محاربة لجريمة المضاربة الغير مشروعة في المواد المدعمة من طرف الدولة، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد العلندة على إثر استغلال معلومات متحصل عليها من حجز كميات معتبرة من أعلاف تغذية الأنعام المدعمة تقدر إجمالا ب 153 قنطار يتم بيعها للموالين بزيادة في سعرها المحدد قانونا. العملية تمت بعد حجز 50 قنطار من مادة النخالة كانت معبأة على متن شاحنة، ليتواصل التحقيق إلى مقر التعاونية الفلاحية التي حجزت فيها بقية الكمية. العملية مكنت من حجز 153 قنطار من أعلاف تغذية الأنعام، حجز شاحنة وتوقيف شخصين سيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق.